اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ العالمي. خليك وانت قاعده في مصر ام الدنيا كده بتستمتعي بالجمال الحلو اللي احنا فيه. خلونا نخش المطابخ العالميه، نعمل الاكلات اللي بتشوف اسمها غريبه في المنيوات اللي بنروح على المطاعم ونلاقي المنيو جنبينا او بيقدمه لنا المتر في اسماء غريبه من الاكل، زي السلسيان، كوردون بلو، الحاجات اللي احنا ممكن مش فاهمين مكوناتها. النهارده بنفك المكونات او اللوغاريتمات اللي بتشوفها في المنيوات. معانا النهارده مكرونه اسمها مكرونه سلسيان. سلسيان دي طاجن المكرونه بالجلاش، مكوناته هرم غذائي، بتنجان تحطي، خضره تحطيها، فراخ او لحمه زي ما انت عايز. انا هعمله النهارده بطريقه الشيف المغازي بالسجق البلدي. عندنا شويه سجق بلدي كده زي الفل، ومعانا بتنجان وتشكيله من الفواكه او المكرونه، هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا شوربه المنستروني كمان النهارده لطيفه وجميله، بتتميز ان فيها كل النشويات والتشكيله من الخضار، بسله، جزر، كوسه، بسله طبعا غنيه بالبوتاسيوم وخاصه للام الحامل، والجزر احنا مفيد غني جدا بفيتامين سي. احنا لازم لما نيجي نعمل الاكله لازم نشوف مكوناتها ايه القيمه الغذائيه بتاعتها، عشان ما ناكلش اي حاجه وخلاص، لازم نستفيد بالحاجه اللي موجوده فيها والقيمه الغذائيه اللي موجوده فيها. الحلو النهارده معانا حلو بسيط وسهل، الميزه فيه ان هيريحك من انك تعملي عجينه وتستنيها لما تتخمر وتقعدي فتره طويله. جيبي كيس توست وهتعملي النهارده رقائق التوست او فطاير التوست المحشيه تفاح وقرفه. ميزه التفاح او فايده التفاح غني طبعا بالقيمه الغذائيه اللي بتساعد القلب على ان هو يكون نشط وزي الفل. خلونا طبعا ما نطولش في الماتيريال بتاعنا علشان حالاتي فيها شغل كتير النهارده، وفيها تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه، وفيها فكر طهوي، واحنا قاعدين كده بنتجول داخل المطابخ العالميه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف اسرار عمل طبق شوربه يغنيك عنك تعمل اي حاجه تانيه. يعني لو حطيت طبق الشوربه ده على السفره، يعني نصيحه مني ما تحطيش حاجه، هو الطبق ده فيه بروتين، فيه نشويات، فيه كل حاجه. يعني يا شيف مغازي، طبق سلطه خضراء وكوبايه عصير فريش وتعشت والحمد لله. معانا المقادير على الشاشه، بسله او بازله، جزر وكوسه وبصل، و دجاج متقطع مكعبات صغيره قد حبايه البسله والجزر والكوسه اللي انا مقطعها. هو دي الفن في طبق الشوربه، ان كل الشكل هيبقى واحد. والمقادير بتاعنا توم طبعا، البهارات قصدي، ملح وفلفل وزعتر وروزماري. ملاحظين المطبخ الطلياني النهارده فيه كل الفليفر الحلو اللي المعده بتفرح بيه، روزماري او زعتر او روزماري او ريحان. حله على النار بتسخن، انا بحب النار بتاعتي دايما تكون سخنه. هنعملها بأي نوع من المادة الدهنية يا عم الشيف؟ الطلاينة بيحبوا زيت الزيتون، فأنا عشان تاخد الطعم المصري وتبقى حلوة هحط معلية زيت صغيرة ومعاها معلية سمنة بلدي، أجود شوية زي الفل، وأشيل دول من قدامي بقى خلاص. ومعانا فراخ هنقطعها دلوقتي نفرمها بالشكل ده كده. شفت ازاي الفرمة دي اهي؟ تقطعي الفراخ كده سكينة حامية تقطعها بالطول كده. ما انت عايزة تقطعها صغيرة ممكن تقطعها صغيره تعوري ايدك. لا زي ما انا شغال كده ولمهم تاني مع بعض بشكل طولي كده تحت ايديا وامسككم اقطعهم كده والسكينه تبقى مايله على اصابع ايدك من الامام عشان تقطع معاك بسرعه شفت الجو ده كده لا ما نفرمهاش، بيقولوا لي نفرمها، لا انا عايز شكل الفراخ يبان مع البسله ومع الجزر ومع الكوسه. عايزه تحط بطاطس حطي، عايزه تحط بتنجان حط زي ما انت حابب. انا اكتفيت بثلاث انواع من الخضار والبصل فيهم زي الفل. الفراخ هنا معايا تمام حلو قوي، باخد بصلايه صغيره تنزل على السمنه البلدي حلو قوي، مش هحط توم دلوقتي، واقلب البصلايه كده ما اخليهاش تاخد لون، اشم ريحتها هتوجع عينيا وتخلي عينيا تدمع. اعمل ايه يا شيف؟ احط شويه زعتر حلوين خلاص كده، الريحه ريحه زعتر. معايا عود روزماري صديقي في المطبخ على طول معايا في المطبخ اهو، اللهم صل على النبي زي الفل. ايه الاخبار؟ ننزل بالفراخ. بتحببنا في المطبخ يا مغازي ليه؟ حد سالني ليه؟
لان دايما انا مع البساطه والسهوله والمرونه في المطبخ، وكل شيء يجي بالبساطه والسهوله بيبقى سهل. اللي هو بالمعنى بالحب يعني، انت داخله المطبخ تعملي طبق شوربه عايزه تعمليه حلو، والله العظيم لو نسيتي الملح هيطلع حلو، لو نسيتي اي عنصر في اي طبق انت داخله نيتك تعملي حاجه حلوه هي هتطلع حلوه. حل على النار شديده الحراره، الفراخ خدت شكل اهو زي الفل، احنا عارفين الفراخ هي اكتر حاجه تاخد سوا في المكونات بتاعتي زي الفل. يا نعم عينيا، انا بعتذر معلش. بياخدوا بالظبط كده كيلو سمنه بلدي، كيلو سمنه بلدي. السمنه البلدي تتقدح جامد، ونحط الخمسه كيلو دي قدامنا قدام عينينا، او خلوهم كيلو ونص سمنه يعني. هو دي مش لازم السمنه تكون كتير في الكحك بيني وبينك يعني، ولكن هو المفروض تحط 2 كيلو، انا مش حابب الموضوع ده، خلينا ناكل واحده واثنين وثلاثه بدون ما نتاثر يعني. ولكن الريف المصري والصعيد المصري دايما يحط لك مقدار السمنه نص مقدار الدقيق. حطينا على الخمسه كيلو دقيق كيلو ونص من السمنه المقدوحه، ونحط شويه سمسم حلوين، شويه ريحه الكحك الحلوه، شويه فانيليا، ونحط السمسم بدون تحمير، ونحط السمنه بعد ما تتقدح على السمسم كده عشان نشم ريحه حلوه، ونبرم او نفتل الدقيق بالسمنه. احتاج شويه ميه نحط. حلو الكلام؟ خضار كده بالشكل، ونسيب العجينه على جنب لمده ساعه من الزمن. حلو، ما تنسيش طبعا الخميره بتدوبيها في شويه ميه وشويه سكر، وتحطيها على العجينه، وتسيبي العجينه على جنب، وتجيبي قوالب الكعك وتبداي تشكلي الاشكال اللي انت حباها. موجود دلوقتي في المحلات قوالب كتيره اشكال والوان، او قالب معمول من الخشب، وتبداي تحشيه ملبن. تجيب الملبن معمول وجاهز وتريحي راسك، لانه بياخد وقت كتير في البيت وبيطلعش زي اللي بيشتريه من بره. عايزه تحشيه عجوه، بتجيب العجوه بتاعتنا البلح بتاع سينا والواحات، العجوه اللطيفه الحلوه دي في اي مكان بتتباع، بتجيبيها تحط عليها معلقه سمنه. عايزه تعمليه بعجميه اللي الشيب بيحبها، معلقتين دي يتحمروا مع معلقتين من العسل، وتقلبيهم مع بعض مع شويه نوع من المكسرات، عين جمل او جوز. حلو، ناخد الشوربه بتاعتنا، الشوربه كده خلصت زي الفل يا ويلي، احلى طبق شوربه. خلي بالك الميه دي ميه المكرونه اللي انا كنت سالق فيها المكرونه. زي الفل، ونقلب كل ده مع بعضه. عايزه المنستروني بالطماطم، هتحط شويه طماطم. عايزاها شوربه بيضة زي ما هي كده زي الفل، الخضار باين بالوانه وتفاصيله مفيش مشكله. انا ما بحبش الشوربه لما تكون شوربه خضار بحطش عليها طماطم، ليه؟ بفرح بشكل الخضار وانا بشيله بالمعلقه كده، اخد شويه بسله زياده، شويه جزر زياده، شويه كوسه زياده، انما لو حطيت طماطم بقى كل اللون واحد. هسيبها تغلى على النار غلوه، وخلي بالك حذاري تحط ملح، لان احنا حاطين ملح في الميه بتاعت سلق المكرونه، ودي مهمه جدا. شويه فلفل اسود، واحنا حاطين كده كده روزماري وزعتر، وتسيبها تغلى على النار، ونخش على اللي بعده. حاضر يا غالي، عايز اشوف قالب الجلاش. نشيل ده كده ونوسع لنفسينا عشان هنشتغل في حلو. المفروض نغير الجلافز بتاعنا ده بقى، ونروق مطبخنا ده كده. والطبيعي لما تيجي تشتغل في حلويات تروقي مطبخك. عندنا صاج، نعمين، مقادير الشوربه على الشاشه، جزر، بسله باينه على الشاشه غنيه بالبوتاسيوم، مفيده جدا لكل السيدات الحوامل ومفيده للرياضيين، بس نستخدمها صح. ممكن نحط معلقه كمون مع المقادير البسله عشان المشاكل الغازات او الانتفاخ، مع ان هي بريئه يعني مفيش مشكله اللي عنده مشكله يعني. ومعانا جزر ومعانا كوسه في المقادير، كل ده مع بعض. وحمرنا الفراخ، نزلنا عليهم بشويه سمنه بلدي، معلقه زيت، خدت لون الفراخ، خدت الصدمه الناريه. نزلنا بتشكيله الخضار، وحطينا الميه اللي احنا سلقنا فيها المكرونه، استفدنا بيها وخليناها تشارك في طبق الشوربه بتاعنا الجميل. ولكن المكرونه مش هحطها دلوقتي، اول ما اشوفها بتغلي انزل بالمكرونه بتاعتنا الصغيره دي. ممكن تحط بدالها لسان عصفور او شويه رز مصري زي ما انت حابه، ولكن خليكي زي الطلاينه، جيبي اصغر مكرونه بالشكل ده كده وتسقطيها في قلب الايه الشرب. حلو الكلام، زي الفل. مخرجنا الجميل الله يوفقك، جيبي اللحظه اللي هنحط فيها المكرونه على الشوربه بتاعتنا. شويه كده يعني قبضه ايدين.
اه كمان شويه بس خلاص اهو بس هو ده شكرا. واشيل المكرونه من قدامي. طبق الشوربه ده كده خلاص اه. واسيب المكرونه تستوي. في الاخر خالص يا ابو غازي بحط الكرفس. تقوم الشوربه دي فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيدور عليها الانسان او الجسم او كل الرياضيين كل افراد الاسره اه. ونرجع لطبق الشوربه بتاعنا نشوف اخباره ايه. اه الشوربه دي جميله جدا. هنغذيها وندلعها بالكرفس. يا نعم اه. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، كرفس دي كرفس كتير على ضمانتي آه. زي الفل. اللهم صل على النبي. الشوربه دي حلوه قوي، فيها مكرونه بقى. لا نحط لا نشا ولا دقيق، لان المكرونه لما تستوي يا عم الشيف هتدينا ايه، نشويات. بس ما تحطوش مكرونه كتير عشان ما تخطفش الانظار على السفره. خلي الجزر كده والبسله والكرفس هو يخطف الانظار اه اه. يلا نغرف الشوربه دي مع بعض. اللهم صل على النبي. الطبق الحلو فين اه. دايما الشوربه دي لما نغرف طبق نغرف طبق عائلي اه. عايزاها بالطماطم اهلا وسهلا، بس انا شخصيا الشيف المغازي مش بيحب فيها طماطم. علل ولماذا؟ عشان كل نوع من انواع الخضار تبان شخصيته في قلب الطبق اه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب اه. يلا حلو قوي، تسلم ايدك. على فين نقدمها؟ جنب قالب المكرونة الجميل الحلو. أصبحت إن السفرة بتاعتي فيها كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم والأعمار كلها، صغير وكبير. الشوربة دي ميزتها يا عم المغازي كبار السن يشربوا منها بهدوء وبنفس المشكلة بأمان. ليه يا عم الشيف؟ ما فيهاش العظم ولا فيها حاجة ولا كده، سريعة المضغ آه آه. فيها الكرفس وفيها الريحة الحلوة. حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل كتير، فيها رؤية، فيها بساطة وسهولة ومرونة. الكلام ده بنشوفه يا عم المغازي بكل التفاصيل كل يوم على شاشة القناة الأولى. منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.